دلوقتي بقى هنروح مع حضراتكم نستعرض انا وكريم المواقع، يعني ابرز الاخبار في المواقع والصحف الرياضيه اليوم. البدايه كده نبدا معاك بخبر بقى من جريده ايه؟ البدايه هتكون من موقع اليوم السابع، وعنوان الخبر: اتحاد الكره يرسل القائمه الدوليه للحكام اليوم. يرسل اليوم الاحد مسؤول اللجنه الخماسيه باتحاد الكره القائمه الدوليه للحكام استعدادا للموسم الجديد 2020-2021، بعد ان اجلت اللجنه الخماسيه بالتنسيق مع لجنه الحكام الرئيسيه برئاسه وجيه احمد والدكتور عزب حجاج ارسال القائمة الدولية للحكام إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا حتى يوم 8 نوفمبر بدلا من 31 أكتوبر المنقضي، لا سيما وأن الفيفا أرسل مؤخرا خطابا للجبلاية يخطرها من خلاله بمد فترة إرسال القوائم الدولية للحكام حتى 8 نوفمبر المقبل. طيب الخبر اللي بعد كده من موقع اليوم السابع، الخبر عنوانه مسحة كورونا أو مسحة كورونا للمنتخب قبل مباراة توجو 48 ساعة بأوامر الاتحاد الأفريقي. الخبر بيقول ان مسؤول الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف طلبوا اجراء المنتخب ان هم يعملوا مسحة طبية لفيروس كورونا قبل المباراة توجو المقرر لها زي ما حضراتكم عارفين يوم 14 نوفمبر الجاري ده باستاد القاهرة. في السياق نفسه كان كشف قبل كده حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الاول ان ضغط المباريات في الكرة المصرية كان كبير جدا للغاية في الفترة الماضية، وكمان ان سبب استدعاء عدد كبير من اللاعبين هو كان تعويض الاصابات حال حدوثها، قائلا ان الظروف اللي بيتعرض ليها المنتخب لم تحدث في تاريخ الكره المصريه. وبتهيألي يعني احنا كلنا بنتفق مع هذا الكلام يعني او هذا القول، لان فعلا احنا اول مره يا كريم بنشهد مثل هذا يعني او هذه الاحداث في تاريخ الكره المصريه، دي حقيقه. صحيح. الخبر اللي بعد كده من موقع في الجول بعنوان غيابات بالجملة لا مشكلة، دي ماريا يقود باريس سان جيرمان لإنجاز تاريخي. باريس سان جيرمان تقدم في النتيجة بالدقيقة 11 بتسديدة لاعبه الإيطالي بعد تمريرة من دي ماريا، قبل أن يضاعف دي ماريا النتيجة بنفسه في الدقيقة 21 بعد تمريرة أندر هيريرا. وأخيرا اختتم دي ماريا الأهداف في الدقيقة 73 بعد تمريرة الشاب كولين داجبا ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 24 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد ران عند 18 نقطة في المركز الثالث. موقع بقى في الجول بيقول ان اتلتيكو بيفك هنا تعويذة قادش وبيضربه برباعية قاسية. بيتكلم تفاصيل الخبر يورينتي المنضم لمنتخب اسبانيا ان هو لاول مرة احتفل بالشكل الامثل واضاف الهدف الثاني كمان بتسديدة قوية، ده من داخل منطقة الجزاء كان تحديدا في الدقيقة 22، وفي الشوط الثاني سجل سواريز في الدقيقة 51 بعد تبادل الكرة مع فاليكس، لكن الراية رفعت يعني معلنة عن تسلل. طب هو كان ماتش عامة كويس جدا بعد كده ليصل هنا فيليكس ايضا الى خمس اهداف في هدافي الدوري بالمشاركة مع سواريز. يعني ده برضو كان ماتش أعتقد كان جيد جدا، معرفش لو كان حضراتكم تابعتوه. طيب الخبر اللي بعد كده من موقع ديلي ميل تحت عنوان The Worst Penalty Ever، الكلام عن أسوأ ركلة جزاء على الإطلاق تعرض إدمولا لوكان لانتقادات شديدة جدا بسبب إهدار مروع الحقيقة في اللحظة الأخيرة وأدى للهزيمة، إهدار لضربة جزاء، ويعني تقريبا في صحف كتير جدا في إنجلترا بصفة خاصة ومواقع إخبارية إنجليزية انتقدت طبعا إهدار هذه الضربة ضربة الجزاء. نروح بقى او هنختم يعني بفكره هنا خبر سيء بقى لريال مدريد، واحنا عمالين كل شويه مع حضراتكم نستعرض يعني الاصابات المختلفه ل يعني لاعبين دوليين ومحليين ايضا، اصابه هنا لاعبين بفيروس كورونا لريال مدريد. نادي ريال مدريد اعلن ان مهاجمه البلجيكي ولاعب وسطه البرازيلي اصيب بفيروس كورونا المستجد، واكد بطل اسبانيا في بيان ليه ان نتيجه الاختبارات دي اللي خضع عليها اللاعبان جاءت ايجابيه، واشار كمان الى ان جميع زملائهم واعضاء الجهازين الفني والاداري اللي كانوا على تماس مباشر معاهم تم كمان اختبارهم بس الحمد لله طلع سلبي. يعني برضو اعتقد كورونا ما زالت تضرب وستضرب من جديد، ربنا يستر. دي حقيقه ربنا يستر. طيب احنا كده خلصنا مع حضراتكم فقره الصحافه.